السلام عليكم. حين انتفض الليبيون ضد العقيد معمر القذافي قتل الكثير منهم، وحين انضم حلف شمال الأطلسي إلى الثوار قتل الكثير أيضا، وبعد أن قتل القذافي ونجله المعتصم في ظروف لا تزال حتى اليوم تثير الشكوك قتل الكثير أيضا، وقاتل القذافي المفترض قد قتل هو الآخر بظروف أكثر غموضا. وحين ابتسم الأمريكيون لليبيا الجديدة بعد القذافي وذهبوا مع غيرهم يقطفون ثمار الثورة بعقود نفطية، قتل السفير الأمريكي انتقاما للفيلم المسيء للرسول الكريم، وقبله قتل وزير النفط الليبي السابق ورئيس الوزراء شكري غانم في ظروف غامضة في فيينا، ودفن معه أسرارا كثيرة. وحتى أعداد هذه الحلقة لا يزال الليبيون يقتلون الليبيين، ولا تزال الأسئلة كثيرة حول دور الغرب والأطلسي والنفط وربما إسرائيل فيما حصل ويحصل. تستمر ليبيا تغلي بنار الميليشيات تارة وتنازع القبائل تارة أخرى وتصفية حسابات في معظم الأحيان، وحين يفيض عدد المقاتلين قد يذهب البعض إلى سوريا. ومع ذلك يقول الليبيون اليوم إن حالهم باتت أفضل بكثير، فقد تخلصوا من 4 عقود من المنع والقمع، وباتوا أسياد قرارهم، وصاروا يترشحون وينتخبون وينعمون بالحرية، ورموا الكتاب الأخضر في بحر المتوسط ليفتحوا كتبا كثيرة أخرى، بعضها ينحو صوب الليبرالية وبعضها الآخر يرفع اللون الأخضر مجددا، ولكن هذه المرة يرفعونه شعارا لأسلمة الدولة ورغبة في تطبيق الشريعة عند البعض. المشكلة أن الصورة التي تصل إلى الخارج هي دائما صورة مخضبة باللون الأحمر. لنفهم أكثر ليبيا سنستمع إلى ناسها ماذا يقولون، كيف يرون الوضع عندهم، وسنستمع أيضا إلى تعليق أحد الخبراء بالشأن الليبي. ضيوفنا في هذه الحلقة الدكتورة عبير أمنينة أستاذة العلوم السياسية في جامعة بنغازي، أهلا وسهلا بك. الدكتور عبد الصمد بالكبير أستاذ في كلية الأداب بمراكش وبرلماني سابق في المملكة المغربية، أهلا بك. والدكتور بشير الكوت أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس أيضا، أهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور عبير، هل وضع ليبيا اليوم أفضل أم الصورة التي تصلنا عبر الكثير من وسائل الإعلام والتي لا نرى فيها إلا اقتتال هي الطاغية؟ حسناً، أولاً مساء الخير. هل أفضل قياساً إلى ماذا؟ وأيضاً إذا قلنا أسوأ قياساً كذلك إلى ماذا؟ أفضل مما كانت أفضل عليه قبل كانت طبيعة الحال. بطبيعة الحال إذا كان نقطة الانطلاق هي نظام القذافي بالتأكيد هو أفضل، ولكن ليس بالضرورة الصورة وأيضا وردية في هذا الواقع يعني، وهذا هو شيء طبيعي. البلاد خرجت من حرب وما زالت هنالك بعض التوترات وبعض بؤر التوتر في ليبيا الآن، لذا كان من الطبيعي الآن أن يكون هذا الوضع متوتر وليس وضع مسالم أو وضع يشوبه السلم الذي كنا ننشده وكنا نعتقد أنه من السهل الوصول إليه. ولكن كأي مرحلة تحول هنا وأي مرحلة انتقال، يعني المجتمع الليبي خلافا لتونس وخلافا للمغرب خلافا لمصر، عندما قامت الثورة في ليبيا لم يكن هنالك أساسا لا مؤسسات ولا أي شيء، بالتالي هو ركام، يعني الثورة الآن أحدثت ركام في ركام أساسا دولة بدون مؤسسات. الآن في هذه المرحلة، المرحلة بدون دولة بدون مؤسسات بدون أيضا أي خبرة للمجتمع المدني في الحراك، وأيضا هنالك في بعض الصراعات وهنالك فيه أسلحة وهنالك في نتائج ليست بالضرورة نتائج إيجابية نجمت عن الاقتتال. طبيعة الحال ما بين الليبيين أنفسهم، يعني هنا يجب أن نضع خطين تحت ما بين الليبيين أنفسهم، يعني ما بين الكتائب القذافي فترة فترات وأيضا ما بين الثوار، هنا يجب علينا أن لا نغفل ذلك. يعني الوضع ليس بالضرورة ورديا ولكن أفضل بكثير من وجود القذافي وحياة الليبيين أثناء القذافي. الأمر سوف طبعا قاسي جدا هذه المرحلة التي نعيشها الآن، ولكن يجب أن هي عبارة عن مراحل نعتبرها مرحلة انتقالية، ولكن يجب العمل هنا للخروج من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى، والعمل يحتاج فعلا إلى 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 تصميم على الانتقال ومحاولة الخروج من هذه من عنق الزجاجة إذا صحت التسمية. دكتور بشير، هذه المراحل التي تحدث عنها الدكتورة عبير هل ستطول وفق ما يبدو الآن، يعني لبناء الدولة لنزع سلاح الميليشيات للتأسيس لدولة عصرية ربما تحمي كل مواطن لأنه مواطن وليس لأنه ينتمي إلى هذه القبيلة أو تلك؟ بالتأكيد، هو يعني ما نعيشه الآن هو امتداد لما زرعه القذافي خلال 4 عقود، يعني غياب المؤسسات مسؤول عليه معمر القذافي، الآن علينا أن نبني هذه المؤسسات.
ما حصل بعد ذلك هو نتاج الحرب التحرير التي دامت قرب 8 أشهر، وبالتالي بالتأكيد حصل انهيار في المؤسسات، حصل فيه أيضا حتى نوع من المشاحنات المحلية الاجتماعية القبلية، بالتأكيد حصل فيه نوع من الانفلات الأمني، انتشار للسلاح، ظهور كتائب مسلحة، وبالتالي يبدو لي أن هذه الأمور كي ترتب من جديد وكي نبني دولة، نحن الآن بدون دستور، الخطوة الوحيدة التي ممكن قطعناها إلى حد الآن هي اختيار المؤتمر الوطني اللي هو يناظر الجمعية التأسيسية مثلا في تونس، هذا عليه أن يضع دستور للبلاد، وبالتالي ما بعد الدستور علينا أن نبني المؤسسات التي ينص عليها الدستور، والدستور وما أدراك ما الدستور يعني هو الذي سيضع شكل النظام السياسي ومؤسسات الدولة، وهذا أيضا سيكون محل جدال ومحل خلاف، على الأقل حتى من ناحية البناء المؤسسي سنحتاج على الأقل إلى سنتين، إلى سنتين على الأقل، على الأقل من ناحية البناء المؤسسي. إذا انتقلنا إلى الأمور المترتبة على حرب التحرير فإننا نحتاج إلى ربما مراحل أطول، المصالحة الاجتماعية، تحقيق العدالة في اللي يعني كإنهاء لوضع خصوصا أن الحرب. تكون الدولة هي الضامنة، يعني أن ينزع سلاح الميليشيات ويصبح سلاح الدولة هو الأساس في كل بالتأكيد المناطق. بالتأكيد هذا هو الطموح، لكن هذا قد يأخذ وقت. أستاذ سامي، حتى الآثار النفسية، الآثار يعني حال ليبيا مرت بسنة صعبة جدا، يعني حتى التوترات النفسية وال ما أشرت إليه من بعض المشاحنات بين هذا الطرف وذاك، أو حتى لا يكون يعني منتصر وخاسر بنهاية الأمر، يعني حتى يعني على المستوى النفسي بالتأكيد لا تزال الأثار واضحة، هذه أثارها ربما تمتد إلى سنوات، ولهذا أنا أتوقع فترة قد تمتد يعني تقريبيا من 3 إلى 7 سنوات لترتيب الأمور ووضع قطار الدولة على السكة إن شاء الله. دكتور عبد الصمد، هل توافق على هذه التوصيفات التي استمعت إليها؟ إن كان بالنسبة للوضع الداخلي أنه بالنهاية يعني هذا طبيعي وأنه يلزم بعض الوقت لكي تستقر الأوضاع. لا أستطيع الادعاء بمعرفتي للأوضاع الليبية، لأنه بقدر ما كانت الأضواء مسلطة خلال الأحداث، وخصوصا التدخل الإجرامي والاستعماري للأطلسي، بقدر ما كانت الأضواء مسلطة على ليبيا بقدر ما الآن أصبحت في منطقة الظلام، لا نعرف شيئا، ربما حتى الليبيون، ويمكن أن أدعي بأن حتى الأخت والأخ لا يعرفون تفاصيل ما يحدث في ليبيا، لأن ليبيا دخلت إلى منطقة أريد لها أن تدخل إلى منطقة تكون فيها محجوبة عن مكوناتها الداخلية وعن الخارج. أريد لها من قبل من؟ يعني من قبل الذين استعمروها، لأن نعم. حرب ليبيا تعرضت لحرب استعمارية، وهي الآن في شروط لا سيادة لها ولا استقلال، وأنا لا أتصور إطلاقا أن في الآماد القصيرة أو المتوسطة يمكن للشعب أو ل الليبيين الأشقاء أن يخرجوا مما أريد لهم أن يدخلوا إليه من فتنة وفوضى تخدم أجنيدات ومصالح وأهداف أولئك الذين يعيشون أزمة في شروطهم، أي الإمبريالية الرأسمالية الأمريكية والأوروبية، ولا سبيل لهم من أجل أن يخرجوا منها سوى بتصديرها، وهذا ما حصل سواء في العراق سابقا أو في أفغانستان أسبق أو في الصومال أو في السودان أو في مصر أو في سوريا حاليا أو في ليبيا. إذن ما حدث هو أننا استبدلنا سيئا بأسوأ، واستبدلنا الاستبداد على افتراض، لأن هذا موضوع قابل للمناقشة، استبدلنا الاستبداد بالاستعمار،
ولا يتصل الأمر بقضية القذافي كشخص، وإنما هناك وضع معقد جدا على مستوى تحدي عقولنا من أجل أن نفسر وأن نحلل واقعا هو الذي أنتج ظاهرة وليس العكس. ليس شخص القذافي هو من الذي صنع النظام، وإنما نظام وشروط جغرافية وبشرية هي التي صنعت ظاهرة عبادة الشخصية أو شخصنة السلطة إلى آخره. طيب، ولكن دكتور عبد الصمد، يعني وطبعا حضرتك تشارك في هذه الندوة أولا للقرب الجغرافي من المملكة المغربية وأستاذ في العلوم السياسية، ولكن أيضا خصوصا أنه لديك مجلة وتتابع بشكل دائم، أيضا حضرتك رئيس تحريرها الشأن الليبي، وقرأت لك العديد من المقالات في الآونة الأخيرة. يعني الجدل القائم اليوم في الدول العربية حضرتك تعبر عن جزء منه أساسي في هذه الحلقة، أنه البعض يتصور أنه ما حصل في ليبيا هو فقط ثورة الشعب، البعض الآخر يقول لا، هذه الدول الغربية أرادت الإطاحة بنظام القذافي لأسباب اقتصادية ونفطية وإلى ذلك. نحن في هذه الحلقة نحاول أن نفهم هل هو واحد من الاثنين أم الاثنان معا أم لا شيء من كل هذا، وأنه الشعب أراد أن يغير مصيره وقائده. لنعود قليلا لكي نفهم دكتور عبير قليلا إلى الوراء، من قتل العقيد معمر القذافي فعليا؟ لأنه أنا اليوم حين أقرأ التقارير Human Rights Watch يعني شكوك كثيرة أنه كان لا يزال حيا هو ونجله وقد قتلا فيما بعد. هل من معلومات توفرت الآن في ليبيا؟ هل حضرتكم مطلعين على ذلك؟ قبل الولوج إلى هذا السؤال دعني فقط أعرج على ما تفضل به الدكتور عبد الصمد، ولا سيما في نقطة مهمة جدا يعني مهم هنا أن أوضحها فيما يتعلق بما يردده الكثير يحاولون فعلا التقليل من ثورة الشعب الليبي والتضحيات التي قدمها هذا الشعب على اعتبار وصم هذه الثورة بأنها ثورة النيتو وثورة أيضا الاستعمار الذي أتى ودمر الشعب وما إلى ذلك، والأسوأ كان يجب الاحتفاظ بالسيء حتى لا يأتي الأسوأ. طبعا هذا المنظور طبعا خاطئ جدا. دعني قليلا دكتور لو سمحت، نعرف جيدا أن كيف تمت الاستعانة بقوات بالنيتو هنا، وكيف وفقا لقرار الأمم المتحدة 1973 الذي قاضي به هنا بفرض حظر الطيران الجوي طبيعة الحال هنا، وأيضا الأسلحة وكذلك متعلق بحظر الأسلحة هنا وتجميد الأصول هنا. لماذا لنسأل لماذا سعى الليبيون هنا إلى محاولة الاستنجاد بالأمم المتحدة التي أصدرت هذا القرار؟ ماذا قدم لها الآخرون؟ الليبيون كانوا عند 19/3، كان القذافي يضرب فيهم بالRPG، يضرب فيهم بالميمطا، يضرب فيهم بالأسلحة بالصواريخ. ماذا قدم الآخرون؟ هل كان هو خيار أن نذهب إلى الأمم المتحدة للاستنجاد بالأمم المتحدة حتى فقط تفرض منطقة حظر جوي حتى نحمي المدنيون؟ أين الخيار الآخر؟ أين خيار؟ السؤال هنا دكتور عبير، السؤال الأهم، سؤال أهم، هل الأطلسي، نعم اسمحي لي، هل اسمحي لي بالمقاطعة، السؤال أهم، هل الأطلسي والغرب تدخل لكرمة لعيون الليبيين؟ لا ولا أبدا، هو هنا السؤال. لا أبدا أبدا، أنا طبعا الطرح ليس موضوعي على الإطلاق، لو نقول أن تدخلوا فقط لأجل إحقاق العدل وعيون الليبيين، لا ليس ذلك على الإطلاق، ولكن هنالك مصالح يجب فعلا الاعتراف بها، لكن هذه المصالح مصالح متبادلة. نعي جيدا من جاءوا لباحث مصالحهم هنا الاقتصادية، ولكن أيضا لا بأس لدينا بترول عين أن نقايض به كذلك يعني. طيب لو سمحت لي، لأنه هذه هي النقطة الثانية فيما يتعلق بالسؤال الذي تعرضت إليه، من قتل العقيد؟ سؤال من قتل العقيد؟ من قتل القذافي؟ إذا كنا نتحدث عن الأشخاص هنا ليست قضية أشخاص، من قتل القذافي قتل ظلمه للشعب الليبي، من قتل القذافي قتل تبديده لهذه الثروة، من قتل القذافي قتل الاستبداد هذا الرجل أو استبداد نظامه بالكامل وسحقه لحياة الليبيين بالكامل لمدة 4 عقود، هذا من قتل القذافي. شعبان أو عمر أو مصطفى أو أي كانت التسمية هنا لا يهم ولا يبحث عليها الليبيون كثيرا من قتل القذافي، المهم بالنسبة لهم كان مشهد القذافي وهو ميت، هذا هي فعلا نقطة البدء بأن هذا النظام قد القذافي كنا نعتقد في وقتها أن النظام قد انتهى وسوف نبدأ مباشرة في نظام جديد، ولكن يبدو فقط أن النظام قتل القذافي لكن النظام ما زال يحتاج أيضا إلى هو السؤال أخرى. المطروح اليوم دكتور عبير ليس من قتله يعني بشكل مباشر، لأنه في صور وفي فيديو والآن تظهر، ولكن الأهم أنه هل قتل القذافي لكي تقتل معه أسراره
أم قتل فعلاً لأنه بعد 40 سنة الشعب قتله؟ هنا السؤال المركزي، يعني ربما عندك دكتور بشير أيضاً الآن بعض الإجابة. هو الإجابة على السؤال هذا ربما تحتاج إلى محقق جنائي إذا أردنا أن نعرف هذه التفاصيل هذه القصة. لكن القذافي قتل نفسه منذ زمن، حكم على نفسه بالإعدام بسبب سلوكه، بسبب تعامله مع الشعب الليبي، لأن العالم بالمناسبة يعني أنا ممكن أوافق الدكتور على أنه لا يعلم بالشأن الليبي كثيرا، لكن لا أوافقه بأننا لا نعلم أو أن الشعب الليبي لا يعلم. الشعب الليبي يعي جيدا ماذا يفعل. الشعب الليبي قدم يا أستاذ سامي 50,000 شهيد، يعني لو تصورنا أن هذه النسبة من الشهداء قدمت في مصر لقدم المصريون 500,000. يعني احنا الناتو لو لم يأتي الناتو لربما أصبحنا نحصل أحياء من الليبيين بالفعل، لأن كل العالم يتذكر لما يقول معمر القذافي دار دار وزنقة زنقة، كان فعلا كان ناوي بيقوم بتصفيات، يعني حشد لمدينة بنغازي فقط رتل طوله 60 كيلومتر، كانت مدافع الهاوزر يا دكتورة تقف أمام جامعة قاريونس، يعني مدافع القطر متاعها 155 ملم جاي بيضرب به مدينة. وبالتالي أنا ما يعنيليش كيف مات معمر القذافي. معمر القذافي لأنه حكم على نفسه بالإعدام من زمان. ميكيافيلي قال الحاكم اللي يبي يحافظ على نفسه ما يبنيش القلاع، لكن يحاول أن يكسب الناس، لأن القلاع ما تحميش الحاكم. وبالتالي معمر القذافي لم يكن ينام ليلة كاملة في مكان واحد لأنه لا يأمن على نفسه، وحراسته كان من عائلته ومن المخلصين لي. طيب وكل الذين كانوا ينالون عطاياهم المستفيدين منه. طيب ولكن هل قتل لكي تقتل الأسرار أيضا؟ لأنه خصوصا أنه قبل سنوات سنتعرف أكثر على بعض المعلومات في هذه الحلقة، قبل عام أو عامين يعني كان العديد من الصفقات وأيضا بعض الوعود على ما يبدو، وحتى هدد البعض تحديدا ابنه سيف الإسلام بأنهم سيقولون أشياء كثيرة ربما ضد فرنسا ضد غيرها مثلا. والله يا أستاذ سامي أنا لا أميل، إحنا العرب عموما دائما نميل إلى نظرية المؤامرة، ويعني ولكن للأسف في مؤامرات كمان، يعني في لكن مش لهالدرجة. لو أي واحد يعني حتى من المشاهدين جميعا يرجع لي الأشرطة القبض على معمر القذافي ومجموعة شباب من الثوار هم الذين قبضوا عليه، وهم الذين يعني حتى تصرفهم كان عفوي، ما نتصورش أن في هالخضم وفي هذا الغبار أن هناك من قيل أنه كان في قوات غربية قريبة جدا من المكان إطلاقا. طيب والله الليبيين يا أستاذ سامي إلى حد هاللحظة لا يسمحوا أن يشوفوا واحد غربي يمشي على رجليه في ليبيا. طيب حتى تدخل الناتو كان من الجو فقط. نعم، في قضية الآن تطرح في ليبيا أيضا بشكل جدي، قضية تتعلق بمقتل العقيد القذافي، خطف مجموعة مجهولة لعمران شعبان الذي يعتقد أنه كان صاحب دور بارز في اعتقال أو ربما قتل العقيد القذافي، وتعرض الشاب عمره 22 عاما للتعذيب وأطلاق النار، أطلق سراحه، نقل إلى فرنسا وتوفي. يعني حتى هذا الموضوع قد لا يصل التحقيق إلى نتائج جدية، ما رأيك يا دكتورة؟ طبعا متفقين من الذي خطف بغض النظر عن أسماء أو تحديد أسماء، الأسماء غير موجودة، لكن القذافي له موالون في ليبيا. يعني ننكر الحقيقة إذا قلنا أن القذافي لا يوجد له من يعتقد فعلا به حتى اليوم. حتى اليوم نعم، أعداد حتى اليوم أعداد كبيرة، أعداد ليست كبيرة ليست ضخمة، ولكن أيضا أعداد تعتبر أعداد، يعني أعداد لا بأس بها، يعني لا زالت ترى في القذافي النموذج الوحدوي، الرجل الوحيد، الصقر الوحيد، وكل ما إلى ذلك مقتنعة بذلك. بالتالي عندك فكرة عن نسبة لا يوجد لدي نسبة حقيقة يعني لا يوجد هنالك فعلا دراسات أنا ميدانية الآن، لكن هنالك فيه الكثيرين، يعني من يعتقد بأن القذافي هو الأفضل وأن ليبيا خسرت القذافي وما إلى ذلك، يعني موجودين ولنكن موضوعيين. هؤلاء هم من خطفوا السيد عمران شعبان هنا. لماذا؟ لأنهم في رأيهم هذا هو الشخص الذي
قتل قائدهم وقتل ملهمهم وقتل صقرهم الوحيد، لذلك يجب قتله ويجب خطفه أو تمثيل به وما إلى ذلك. وأيضا سمعت كذلك هنالك تم خطف أيضا من كان السبب في قبض على المحتصم أو قتل المحتصم. بالتالي هذه هي سلسلة مستمرة. من المنفذ الوحيد طبيعة الحال هم الموالون للقذافي. فقط أرجع قليلا للنقطة التي سألت فيها الدكتور فيما يتعلق بالقذافي، ومن هل قتل القذافي معناه ردم لجميع الأسرار وقضاء على جميع الأسرار؟ أنا لا أعتقد بالضرورة ذلك، لأن الصندوق الأسود القذافي ما زال حيا، وكان من الممكن قتله. ليس سيف الإسلام فقط، هو عبد الله السنوسي. هذا هو الذراع اليمنى واليسرى وكل شيء بالنسبة للقذافي، هو المنفذ لجميع أعمال القذافي الإجرامية سواء في الداخل ولا في الخارج. ولكن قتل أيضا رئيس الوزراء وزير النفط السابق شكري غانم في فيينا، لا يعني وقيل شيء. إنه أيضا كان يحمل الكثير من الأسرار. لا يعني أي شيء. ما هي الأسرار التي ممكن يحملها شكري غانم؟ ما هي ممكن الأسرار التي ممكن يعني يحملها؟ ممكن توريط بيع النفط. نحن نعرف جميعا أن النفط الليبي مبذر ومباع من قبل عائلة القذافي، وهنالك سماسرة وهنالك دول متورطة، وهذه أمور مسلم بها، تكاد تكون مسلم بها لدى الليبي. لأنه شوفي دكتورة، حتى مثلا مجلة التايم الأمريكية تقول إن الرجل دفن ومعه أسرار كثيرة، تحدث عن شكري غانم، وأنه كان الأكثر معرفة ربما بكل العقود التي كانت توقع، ما الذي جرى قبل عام من الثورة على القذافي، ما يعني أنه بعض الدول قد تكون متورطة ولذلك هكذا أشخاص يقتلون. لا يوجد تهديد على شكري غانم أساسا. يعني شكري غانم أين مات؟ مات في فيينا. في فيينا. ما هو التهديد الذي مورس على شكري غانم؟ يعني أي طرف من الأطراف من الممكن أن تضمن صمت شكري غانم لو كان هنالك فعلا تورط في قضية ما دون الحاجة إلى قتله؟ وأيضا سيف موجود وسهل جدا قتله. حتى يعني حتى اسمحي لي أنا فقط أطرح هذه الأسئلة المطروحة الآن. يعني المحامي الجزائري سعيد جبار المقيم في بريطانيا والذي كان يعرف غانم وقدم النصح للحكومة الليبية خلال أزمة لوكربي، يقول إن غانم، سؤال لك دكتور عبد الصمد، لم يكن من النوع الذي ينتحر، وإن وفاته يحيطها الغموض الشديد. توافق أنه قتل القذافي وشكري غانم وغيره لم يكن لدفن الأسرار؟ الإمبريالية التي تعيت فسادا في الكون أبسط جرائمها هو المؤامرات. القذافي لم يتعرض إلى القتل بل إلى الاغتيال، والمؤامرة لم تنطلي فقط على قتله بل في أين جثته، وهذا أقصى درجة الندالة والحقارة. وأنا أستغرب أن يدافع مثقف على اغتيال وأن لا يدافع حسب منطق دعوة فيما يسمى بالثورة أن جوهرها هو حقوق الوطن وحقوق المواطنين، أي حقوق الإنسان. وأبسط حق للإنسان وأكثره قدسية هو حقه في حياته، فضلا عن حقه في محاكمة عادلة لن تفضح فقط الأسرار بل ستفضح أشياء أخرى. ولذلك ما يدل على فساد الدعوة هو عواقبها. وبالطبع من المؤكد أن القذافي بسبب طول حكمه لديه أسرار ليست لدى أحد في عالمنا المعاصر. هذا ليس فضيلة، هذا وصف لواقع كان من الممكن أن يفضح الكثير، وهي نفس الجريمة التي تعرض لها تشاوسيسكو، ولكن على الأقل تشاوسيسكو أعدم بمحاكمة مستعجلة. ولهذا ما حدث وما يحدث وما سيحدث لأولئك، لأنه الذين قبلوا مبدئيا أن يتصرفوا خارج القانون هم بالضبط من ينعكس عليهم ذلك التصرف، حيث سيكونون غدا ضحايا. طيب مسألة كثيرة طرحت حول النفط في ليبيا، هل كان له دور فعلا؟ هل تغيرت عقود معينة؟ هل ذلك دفع الدول الغربية لتسريع إسقاط العقيد معمر القذافي؟ فقط بعض المعلومات وسنناقشها مباشرة بعد الفاصل. إنه النفط هو شريان الحياة الليبية. ليبيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا. قدر الخبراء الاحتياطي النفطي الليبي في العام الماضي بأكثر من 46 مليار برميل،
يمتاز النفط الليبي بنوعية جيدة وانخفاض كلفة استخراجه وبقربه من أسواقه الأوروبية. يمثل النفط 93% من قيمة عائدات البلاد و95% من صادراتها. في ليبيا ثروة غازية كبيرة أيضا لم تستخدم إلا على نحو بسيط، تبلغ حوالي 1548 مليار متر مكعب، ثروة كبيرة. قالت جريدة ليبراسيون الفرنسية إنه قبل ساعات من اجتماع ما سمي بأصدقاء ليبيا في باريس في مطلع أيلول الماضي، أي قبل عام، رسالة مؤرخة في 3 نيسان، أي 17 يوما بعد إصدار قرار التدخل الأممي في ليبيا. وعد فيها المتمردون الليبيون بمنح 35% من نفط بلادهم الخام للفرنسيين مكافأة على تدخلهم. وجهت الرسالة عبر إلى الفرنسيين عبر أمير قطر، وكذلك عبر الأمين العام للجامعة العربية أنذاك عمرو موسى. سنعرف كل ذلك عما إذا كان النفط لعب دورا في إسقاط العقيد معمر القذافي أم لا مباشرة بعد الفاصل عبر قناة الميادين. ابقوا معنا لو سمحتم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم، نخصصه هذه الليلة للوضع في ليبيا. كيف هي الأوضاع الآن؟ لماذا يستمر الاقتتال داخل ليبيا؟ ولماذا سقط العقيد معمر القذافي؟ هل بالثورة الداخلية فقط أم بمساعدة غربية؟ وإن كانت بالمساعدة أيضا، هل لعبت بعض الأوضاع الاقتصادية مثلا النفط والعلاقات الاقتصادية والعسكرية مع الدول الغربية دورا في إسقاط العقيد معمر القذافي؟ أعود وأرحب بالدكتورة عبير أمنينة، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بنغازي من ليبيا، الدكتور عبد الصمد بالكبير، أستاذ في كلية الأداب بمراكش وبرلماني سابق في المملكة المغربية، الدكتور بشير الكوت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس في ليبيا. حسب صحيفة البرافدا الروسية دكتورة عبير، تقول أن القذافي ناقش في 25 من كانون الثاني عام 2009 فكرة تأميم شركات النفط الأمريكية وكذلك شركات النفط البريطانية والألمانية والإسبانية والنرويجية والكندية والإيطالية، معتبرا أن على النفط أن يكون مملوكا من الدولة لتتمكن من التحكم بالأسعار عبر زيادة الإنتاج أو تقليصه. تقول الصحيفة أن هذه التصريحات أثارت قلق الشركات الغربية العاملة في ليبيا مثل شل البريطانية بريتش بتروليوم والأمريكية إكسون موبيل وغيرها من الشركات الأمريكية. تقول إنه هذه هي الأسباب التي سرعت بتدخل الدول الغربية لإسقاط العقيد القذافي، إنه مرحلة التأميم التي كان ينوي التوجه صوبها. هل هذا ممكن؟ على الإطلاق، وسوف أقول لك لماذا. يعني لم تشهد العلاقات علاقة القذافي بالغرب قربا ولا شهر عسل هنا وفقا للتعبير المستخدم أكثر من السنوات التي سبقت الثورة الليبية. يعني من 2000 تقريبا، من 2006 2007 لعند 2011 كان هنالك قرب شديد جدا ما بين أوروبا وما بين القذافي وما بين الدول الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا واضح جدا وممكن قراءته بشكل سريع، ممكن مشاهدته وملاحظته أيضا من خلال زياراته بين قوسين التاريخية إلى أوروبا 2007 تقريبا إذا كنت أذكر أو 2008 في إيطاليا برلسكوني يقبل يعني يده في فرنسا الخيمة تنصب في الإليزي، بالضبط في الإليزي، في بريطانيا لربما كنت موجود في فرنسا أستاذ سامي في تلك الفترة، لربما أيضا لاحظت ذلك. لذلك أنا استبعد كثيرا أن يكون هذا هو السبب في أن الغرب عجل بإسقاط القذافي. بالعكس، كان القذافي خاصا بعدما أصبح ذلك الحمل الوديع بالنسبة لهم، في الأول كان مشاغبا وكان يحاول دائما هنالك فيه مشاكل يسببها لهم، أحيانا يفجر طائرة وأحيانا يفجر ملهى ليلي وأحيانا يدعم بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في دولة أو أخرى. الآن أصبح هنالك هذا، تم تدجين القذافي وأصبح من أفضل حليف بالنسبة لهم من الممكن أن يكون لهم في المنطقة. لهذا لكن كان هذا درس خطير دكتور عبير، لسبب أنه الآن ربما قيادي آخر عربي أو مسلم يقول
أنا لو سلمت أوراقي للغرب الغرب سيقتلني بعد لحظة. يعني هو بعد أن سلم الأسلحة وفتح أبواب ليبيا وتخلى عن البرنامج الكيميائي وما بعرف شو، بعدها أسقط. أسقط من لم يسقطه الأمريكان ولم يسقطه أوروبا، بالعكس يعني تفاجأ، يعني الثورة كما حدث في تونس وفي مصر أيضا جاءت فجأة في ليبيا. الليبيون أنفسهم كانوا في لحظة من اللحظات اليأس بأن الثورة لن تكون يوما في ليبيا، ماشي الحال، فما بالك بالآخرين. بالعكس كانوا متصورين أن الثورة في ليبيا لن تقوم، بالتالي الأفضل بالنسبة لهم الغرب ونظرتهم هنا إلى القذافي، الأفضل كان المتوقع كان الاستمرار الوضع على ما هو عليه. القذافي لن يجدوا حليفا أفضل منه. لما قامت الثورة حاولوا أن يعالجوا أخطائهم التي كانت متأخرة في تونس وكذلك في مصر بأن يسرعوا في القدوم إلى ليبيا. ولكن مسألة تأميم النفط دكتورة عبير، يعني اسمحي لي، لأنه كانت مهمة. يعني ليبيا حققت أرباح 5.4 مليار دولار عام 2008 بعد أن عدلت اتفاقيات الإنتاج وتقاسم الأرباح المبرمة مع الشركات الأجنبية. نذكر أنه عام 2008 كانت الأزمة الاقتصادية العالمية، وكأنه هذه الدول أيضا خافت فعلا أن يذهب النفط الليبي أو أرباح النفط باتجاه آخر، وكانت بحاجة إلى هذا النفط. أين من الممكن أن يذهب؟ وتم فعلا تم الاتفاق ولو كان غير ضمنيا، ربما للصين. أين كان من الممكن أن يذهب؟ يعني القذافي ووضع في الجيب، أين كان من الممكن أن يذهب؟ القذافي سلم بقواعد اللعبة، حسنا لن أضايقكم في بلدانكم، نتفق على النفط ونبدأ عهد جديد. هذا هو الذي كان سائدا قبل ثورة 17 فبراير، وهذا هو الاتفاق الذي كان سائد، سواء معلن او غير معلن. انا اكيد انه الدكتور عبد الصمد ليس موافقا، سأعود اليك دكتور بشير. الاستاذة تخلط بين اوروبا وامريكا، الغرب، الولايات المتحدة، الغرب، غير اوروبا، الامبريالية، لا ليس عامة، الامبريالية الامريكية متناقضة مع الامبريالية الاوروبية. والقذافي كان يشتغل ضمن استراتيجيات الدول المعسكر الشرقي في استغلال تناقضات أوروبا وأمريكا، ولذلك كان يدعم إيطاليا ضد وأوروبا عموما ضدا على الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يضع نقوده في الولايات المتحدة الأمريكية. فإذن الخطر جاءه من الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الثانية أنه فعلا تحالف مع ساركوزي هذا العميل ديال المخابرات الأمريكية، وأعطاه ليبيا في مقابل حرمانه من استثمارات في العراق. ولذلك الذين هم في جيب أمريكا لا تقتلهم، ومعروفين في دول الخليج بكاملها وإلى آخره. القذافي انتقم منه. طب الرئيس المصري كان مع أمريكا، رئيس زين العابدين لم يقبل تأميم صندوق بنك القاهرة، وكان بنك القاهرة أهم بنك في العالم العربي، في حاجة كانت بطن أمريكا في حاجة إليه لتصدير أزمتها. وابن علي أيضا أسس بنك الأخضر الذي هو بنك استثماري وبنك يدخل مع المودع والمستثمر في مخاطراته، وهو نفس نمط البنك القرن 19 في أوروبا، ولذلك أصبح يشكل نسبي الخطر في المغرب أيضا. بالمناسبة عندما أقدم الملك على توحيد بنكين أضر بهما وتدخلوا، ولكن حل المشكل بالتفاوض بدل من بعد. ونفس الشيء بالنسبة للقذافي الذي أسس بنك سرت ب70 مليار دولار، وكان سيقدم دعما لإفريقيا بدون فوائد، وهذه فضيحة كبرى ليس فقط للبنك الدولي والصندوق النقد الدولي ونادي باريس ونادي لندن المالي العالمي، بل أيضا حتى للبلدان التي تدعي أنها ذات عدالة في العلاقة الدولية مثل روسيا أو مثل الصين. طبعاً. طبعاً. على حساب معلوم الشعب الليبي متضامن مع بقية الشعوب الجائعة، وهو الذي دعم تحرير جنوب إفريقيا وموزمبيق وأنغولا والفلبين والإيرلنديين والأمريكيين. هذا واجب الشعوب، والإسلام والمسلمون كانوا دائما يعتبرون أنفسهم مسؤولين على المساهمة مع الشعوب الأخرى. لماذا لا تدعمها أنت من المغرب؟ ويكفي في تقرير الأمم المتحدة أن الدولة الثانية في التنمية البشرية على مستوى التعليم هي ليبيا، تسبق البرازيل والهند وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وحدها السويد هي التي. هذه أرقام زائفة. طيب. أرقام الأمم المتحدة. سنعود أرقام إلى. زائفة يا لو سمحت لي. إحنا في التعليم إحنا نشتغل. سنعود إلى مسألة متحدة. المصارف لأنه مهمة أيضا. دكتور بشير كنت تريد أن تعلق على الموضوع. تفضل. أولا أستاذ سامي، يعني أنا نأسف أن مصدر زي البرافدا يعتمد عليه بصراحة، يعني
البرافدا يعني مكتوب؟ لا والله للأسف يعني المصادر الروسية والحكومة الروسية ورثة الاتحاد السوفيتي، هذا دائما يلعب في لعبة على حساب الشعوب العالم الثالث. هذه حاجة. معمر القذافي رغم أنه طب أعطيني وسيلة إعلامية تثق بها لكي أقول لك المصدر، عندي مصادر كثير. ما تهمني الوسيلة لكن أنا حنصلح المعلومة. معمر القذافي رغم أن أمريكا انسحبت سنة 80 الشركات الأمريكية إلى غاية تقريبا 2003 أو 2005 تقريبا، ظلت أنصبة الشركات الأمريكية تذهب إلى الولايات المتحدة اللي هي 49%، وبالتالي معمر القذافي لا يستطيع أن يعاقب أمريكا، لا يستطيع أن يؤمن بالشركات الأمريكية. أنا في المدينة بتاعي أذكر لما جت CIA في 2001 والله فتشوا المدن بما فيها الكبيرة والصغيرة، وكانت عندهم تعليمات يدخلون إلى أي مكان في ليبيا. CIA ويفتش استخبارات. نعم للتفتيش على حدثك الأسلحة. شفتهم شخصيا؟ نعم في المدينة بتاعي، وكان عندهم تعليمات أي مكان يوقفوا فيه يمنعوهم على طول يدخلوا، تجي تعليمات من عبد الله السنوسي معمر القذافي يقول لهم فتشوا أي مكان، ما تمسكوا عليهم حاجة. برنامج السلاح النووي، يعني معدات والله العظيم حتى مضخات المياه شالها للولايات المتحدة الأمريكية وبدون مقابل. معمر القذافي لا يخشى الله ولكنه يخشى الولايات المتحدة الأمريكية. وما يحكي عليه الدكتور نحن نراه كانت نقطة ضعف في السياسة الليبية، كنا فقراء ونعاني، وكان يقدم السلاح لإيرلندا وما علاقتنا بإيرلندا، يقدم السلاح لموزمبيق وما علاقتنا بموزمبيق، نحن نريد أن ننمي بلدنا. يا سيد سامي، طرابلس عاصمة ليبيا إلى يومنا هذا لا تمتلك إلا 17% فقط من البنية التحتية. لدينا مثل ليبي يقول لا تحل الصدقة قبل أن يشبع أهل المحل. معمر القذافي كان يبذر ثرواتنا في الخارج، ولهذا ربما هذا السيد وغيره يذكرون له هذا الجميل، أما نحن فلا نذكره إلا باللعنة والخزي لأنه عاقبنا وجوعنا ولم يترك شرا إلا فعله فينا. تفضلي دكتورة. فقط أسأل حتى أنطلق للنقطة التي أود الحديث عنها، أسأل حضرة الدكتور هل زار ليبيا؟ نعم. متى؟ متباعد على كل حال. ما آخرها؟ آخرها هذا استنطاق ولا؟ آخرها لا، حتى حتى يعني حتى أخرج. أنا لا أعرف ليبيا بالتفاصيل. أنا أعرف إذا يا دكتور لو سمحت، يبدو أنك تتحدث عن ليبيا أخرى ليست ليبيا التي نحن نعرفها، وتتحدث في البدو عن إمبريا. التقرير ديال الأمم المتحدة. التقرير يبدو يعني ديال الأمم المتحدة يجب. والنهر العظيم أنا تنعرفه لأن العالم كله يعرفه. لأن بنك سرت. أوكي. لا يوجد شيء اسمه بنك سرت. ماشي أولا. عفوا دكتور، لا يوجد شيء اسمه بنك سرت أولا. والنهر الصناعي العظيم، لان اذا كان لحظه بس لو سمحت، اذا كان انت في ذهنك فقط ان تجعل من هذا القذافي القائد المبجل لحظه بس عفوا ضد الـ 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 عفوا دعني اكمل نقطتي، المواجه دائما للإمبريالية العالمية و طبيعة الحال سوف تجد أن أي معلومة تجدها هنا وهناك أن هذه هي المعلومة الصحيحة وهذا هو الوضع الأمثل لما لا، وهو المدافع على العروبة وأيضا على الوحدة الأفريقية والمواجه بدون منازعة للإمبريالية العالمية وهو أساسا ذراع من أذرعتها. على أي حال هنا ليبيا لم تأتي إليها حتى تشاهد بأم عينيك كيف هي ليبيا. ليبيا الآن التي ليبيا وفقا للتقرير الذي تم عرضه وفقا أيضا الكم الهائل من البترول الذي تنتجه والإيرادات النفطية الهائلة وهذه البنية التحتية وهذا المستوى التعليمي وهذا مستوى الخدمات الصحية الموجودة في ليبيا الآن، تتحدث عن خدمة شعوب وتنمية شعوب أخرى، وشعب ليبيا غير قادر على أن يحظى كشعوب المنطقة الأقرب تونس على تعليم جيد على مستوى صحي جيد. أنت هل تعرف أن ثلاث أرباع الليبيين في تونس يعالجون في تونس؟ طيب دكتور لو سمحتي لي، لأنه بعد هذه نقطة مهمة على نعم الوضع في ليبيا بشكل عام. معك حق، ولكن توجد أيضا بعض النقاط في الواقع نرغب بأن نضيء عليها للمشاهدين أيضا. في خطابه يعني بعيدا عن الصحف والمصادر الإعلامية، في خطابه في 29 من أذار أي قبل نحو 4 أشهر من سقوط العقيد القذافي، وصف أوباما بنغازي بأنها مدينة بحجم شارلوت. للمفارقة شارلوت الواقعة في ولاية نورث كارولينا تضم قاعدة لأكثر من 240 شركة للطاقة وتعرف باسم عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية للطاقة. البعض فسر الأمر وكأنه يريد أن يوحي أو يقنع العسكريين الأمريكيين بضرورة التدخل لأنه مصدر
ثروة أيضا لبلد زي الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة للطاقة أيضا موجود في ليبيا. قرار الحظر الجوي الذي فرض على ليبيا يدعو إلى تجميد جميع أصول الشركة الوطنية الليبية للنفط وجميع أصول المصرف المركزي الذي يقدر صندوق النقد الدولي ودائعه ب 144 طنا من الذهب. كل ذلك دفع البعض للقول لعل الجانب الاقتصادي هو الأساس. يعني نحن لا نريد نحن لا نريد الذهاب كثيرا باتجاه القول أنه ما كان في مصلحة للغرب، ولكن كان في مصلحة أيضا. هل المصلحة، وأنا هنا كان سؤالي، هل المصلحة أنه الغرب بدأ يشعر أنه بالتأمين باتجاه بعض العقود بالتنافس الصيني الروسي مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما أيضا ليبيا قد تكون تغير سياستها فلابد من القضاء على القذافي كما حصل في العراق مثلا؟ لماذا نستبعد هذا الاحتمال دكتور بشير؟ أستاذ سامي، علاقات الدول كلها مصالح، لا توجد علاقات جمعيات خيرية. العلاقات التي كان يحكي عنها الدكتور، أنا أستغرب ما مصلحة ليبيا في دعم الجيش الجمهوري الإيرلندي، وما مصلحة ليبيا في دعم من إيش عارف موزمبيق ولا وين. العلاقات زي ما قال كيسنجر زمان، طيب إذا ما بعنا النفط إحنا شنو بنشربوه يعني ولا كيف؟ النفط لازم يباع، يباع لأمريكا، يباع للصين، يباع لروسيا. إلى يومنا هذا هذا اللي ماشي في ليبيا، ما عندناش مشكلة يعني. وبالتالي أنا لا أرى أن ما حصل هو يعني، هل أمريكا أو الغرب هو اللي دعي للشعب الليبي أنه يثور في 17 فبراير؟ ما هو شباب ليبيين هم اللي تنادوا على الفيسبوك زي ما حصل في تونس ومصر وطلعوا في بنغازي وبدت القضية تكبر زي كرة الثلج وحصلت القتل في بنغازي وتحركت مدن أخرى، طرابلس والزاوية والزنتان ومصراتة، وبدت العملية تكبر. إذا يعني هل هذه كلها يعني إحنا لنا القدرة من الخيال أن نتصور أن الغرب عنده هذه القدرة؟ حتى لو كانت لهم القدرة الغرب أو أمريكا لها القدرة على هذه التنبؤات وعلى حياكة مثل هذه المؤامرات لكانت على الأقل حمت السفارة الأمريكية يعني في لحظة ما ضربت وقتل السفير هو ليس المشكلة دون علم الأمريكا. ليس المشكلة بأنه من أدى إلى الانتفاضة أو الثورة في هذه الدولة أو تلك، المشكلة استغلال الحدث، في استغلال لك أيضا للثروات واستغلال للثورات، وتريد أرقاما في أرقام كثيرة. صح في دول كثيرة حصل فيها انتفاض، الشعب هو الذي انتفض ضد الحاكم، ولا شك أنه جزء لا بأس به من الشعب الليبي انتفض ضد العقيد القذافي وقام بالثورة، ولكن لا تقل لي أنه لا توجد مصالح كبيرة غربية تريد أن تستغل هذه الثروة. أنا قلت من الأول كل علاقات الدول العالم مصالح. صحيح. وروسيا شوف مثلاً الآن زعلانة وكذا لأنها فعلا كانت هي المورد الأول للسلاح الليبي، وتم إلغاء صفقة قريبة 4 مليار في السلاح، وكانت الشركات الروسية تعمل عندها صفقة خط سكك حديدية وغيرها من المشروع، وبالتالي روسيا تكلموا على مصالحهم. لا الغرب حريص علينا ولا الشرق حريص علينا، كل العالم يتكلم، وهذا أنا أراه أمر منطقي يعني، ما هيش مؤامرة. أن أمريكا تجري وراء مصالحها وليبيا وراء مصالحها وروسيا، والعالم كله يفكر في مصالحه، ومن الغباء جدا أن واحد يتجاهل هذا الجانب. وهذا اللي كان حاصل في ليبيا أيام عهد معمر القذافي، كان يفكر في مصالح الآخرين، يدعم تلك الدولة. يا سيدي أنا نجيب لك قصة توريك مدى سذاجة التفكير معمر القذافي. اجتمع بسفراء الصين وروسيا في أيام الثورة، وجاء في الخبر في التلفزيون الليبي أن قائد الثورة ناقش العلاقات مع البلدين اللي هم روسيا والصين، كما ناقش معهم مشكلة زلزال اليابان. يا رجل الزلزال تحت رجليك، أنت ما علاقتك بزلزال اليابان؟ رجل أصيب بهوس كانت عنده ومرض، نظريته كان يتصور أنه مسؤول على العالم وحل مشاكله. يعني مش عمل تقريبا 40 ورقة سماها الكتاب الأخضر وقال هذه فيها حل كل مشاكل البشرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ نحن أمام حالة مرضية يا أستاذ سامي، هذا ليس إنسان طبيعي. دكتور بشير، في يعني في وجهة نظر أخرى قد تقول لك لكنه ساعد الكثير من حركات التحرر من فلسطين وغيرها. طيب اسمح لي، كان يتحدث الدكتور عبد الصمد عن أسباب اقتصادية وعن مصرف. أنا قرأت للصحافي توماس ماونتن الذي كان عضوا في أول بعثة أمريكية للسلام إلى ليبيا عام 87، لا أدري إذا كنتم تذكرون هذا الأمر جيدا، يقول التالي: إن التدخل الأطلسي في ليبيا كان محاولة لتطويق سياسة كان القذافي على وشك تبنيها. كان القذافي على وشك إنشاء نظام مصرفي في إفريقيا لا يلائم صندوق النقد ولا البنك الدولي ولا المصارف الغربية. المصرف الإفريقي للاستثمارات
ورأس ماله المقدر ب 42 مليار دولار كان سيمنح القروض بفوائد مالية قريبة إلى الصفر، ما كان سيقوض سياسة الإقراض الغربية التي تقيد الاقتصادات الإفريقية. إنما رجح الدفة لصالح ضرب ليبيا سعي القذافي لمطالبة شركات النفط الأمريكية بدفع تعويضات بعشرات المليارات من الدولارات عن الأضرار التي تسببت بها أمريكا جراء العقوبات التي فرضت على بلاده بعد لوكربي، وجرى كل ذلك في عز الأزمة الاقتصادية العالمية. تفضل عندك. إذا سمحتوا الأخ الدكتور تكلم على العلاقات الدولية باعتبار أن منطقها هو المصلحة. المؤسف أن لا يميز بين مصلحة عادلة ومصلحة ظالمة، مصلحة فيها تكافؤ وتبادل مصالح، وبين مصلحة استعمارية وهو يقبل المصلحة ولو كانت استعمارية. فضيحة. لا تقولني ما لم أنت قلت إن علاقة الولايات المتحدة علاقة مصلحة، أنا أقول لك علاقة مصلحة استعمارية. كيف تقوم علاقتكم في المغرب مع المفروض أن تكون أنت ضد الولايات المتحدة ومع هذه المصلحة. القذافي استهدف ليس فقط لسبب سياسته الداخلية، إنما أنجزه في إفريقيا شيء جبار على الصعيد الهيكلي، أما المضمون فقد اغتيل قبل أن ينجزه. حول الوحدة الإفريقية التي أسسها نكروما وسيكو توري ومحمد الخامس وعبد الناصر، نقلها نقلة نوعية إلى ولايات متحدة إفريقية، ولا سبيل لا لليبيا ولا للمغرب ولا أي بلد إفريقي خارج الوحدة أن ينجز استمرار الاستقلال واستمرار السيادة والتنمية. العنصر الآخر الخطير جدا أن برنامجه كان هو فتح قناة من المحيط الأطلسي مرورا بموريتانيا وخلق بحيرة ستغير المعطيات كلها في إفريقيا، سواء على مستوى المناخ أو على المستوى الفلاحي أو على المستوى الملاحي أو على المستوى الصيد البحري أو على المستوى السياحي. وطبعا مشاريع كبرى مثل هذه، وإفريقيا بالمناسبة سيستفيد الليبيون ويستفيد الشعوب كلها، ومشاريع مثل هذه وإفريقيا بكر، والذي يفهم إفريقيا أكثر هو الصيني الآن، كانت ستغير المعطيات رأسنا على عقب، وبالتالي ستضعف الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا الرجل، أنا لا أقول رجل، كانوا مناضلين وكانوا مواطنين وكانوا شباب وكانوا مخلصين وأساتذة مثلكم في محيط ما يسمى على كل حال باللجان التورية. أنا لا أقول بأنها كانت جنة، أنا لا أقول بأنها كانت ديمقراطية، أنا لا أقول، ولكن الذين حاربوه لم يحاربوه لأنه لم يكن ديمقراطي، حاربوه لأنه كان ينافسهم. ولهذا ثم العنصر الآخر لا ننساه، قضية الإسلام، هو السعودية بدرجة أقل الذي كان يقف سدا ومقاوما للهجوم التبشيري للكنيسة الكاثوليكية البابوية الفاتيكان، ومعروف أن الناس ينسون أن الفاتيكان منذ كان هو من أكبر القوى الاستعمارية في العالم بأبناكه وشركاته، وأن الحركة التبشيرية كانت ذات طبيعة وما زالت ذات طبيعة استعمارية. الذي كان يقف أمام المد التبشيري المسيحي الذي صنع جنوب السودان ويمكن أن يصنع شهر هو جمعية الدعوة الإسلامية. لذلك لا يتصل الأمر فقط هذه مؤسسة بالأوضاع الداخلية لليبيا، بل وحتى في الأوضاع الداخلية 6000 طالب كانت تدرس في لندن، وكل طالب جامعي عندنا في المغرب أعرفه بعض الحالات عنده الحق ليس فقط في تطبيب نفسه وإنما في تطبيب أسرته على حساب الدولة الليبية. طيب دكتورة تفضل. مش على حساب معمر القذافي على كل حال. طبعا دعني أوضح نقطة معينة، يبدو أن هاجس الدكتور الرئيسي طبعا للإمبريالية العالمية طبعاً. هذا هو الهاجس بأي صورة يرى، أن لا أدري كيف صور له قراءاتي وتحليلاتي، صورت لون القذافي هذا هو المضاد دائما والكتلة المهاجمة والضد الإمبريالية، بالتالي يرى أي شيء يقوم به القذافي في إطار الإيجابي دائما وفي إطار المصلحة المنفعة الليبية والمصلحة أيضا الأفريقية،
في ومصلحة الأقل طبعا العربية، ولا أدري للأسف وفقا لأي ماذا استند إلى ذلك، هذا تحليل يبتعد تماما عن الموضوعية وعن الصدق. بأي حال أنت كيف أنت تتحدث الآن عن مشاريع وهمية على خيالات على خرافات في عهد في رأس القذافي يشطح بها من هنا ومن هناك، وتعتقد فعلا بهذه الخرافات التي يقولها، وتعتقد فعلا أن هنالك نية جيدة وأن هنالك فعلا نوايا جيدة للقذافي لمساعدة مساعدة أفريقيا ومساعدة الأفارقة ونشر الإسلام وهذه المصيبة الكبرى، في اعتقاد أن القذافي قد يكون كل شيء إلا مدافع عن الإسلام وناشر للإسلام، ونعرف جيدا ذلك. أن القذافي إذا كان كذلك فلماذا ليبيا؟ لماذا هاجم الدين في ليبيا؟ لماذا هنالك لماذا حرم التقيد بالسنة النبوية؟ لماذا حرف القرآن؟ ولماذا نصب؟ بالعكس وضع نفسه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، بالعكس وضع في نفسه في مكان أفضل من الرسول قائلا ماذا أتى اسمحوا لي محمد، ماذا أتى محمد برسالة؟ أنا أيضا جئتكم من الصحراء برسالة، أيضا أنا رسول. لذلك هل تعتقد رجل بهذا المنطق، رجل بهذه طريقة التفكير، هو ننصبه داعية إسلامي ومحافظا على الإسلام في أفريقيا؟ هل هذا يعقل؟ بالتالي يجب فعلا قراءة الواقع اللي بقراءة صحيحة وفهم شخصية القذافي بالشكل الصحيح حتى نستطيع أن نحكم عليه ونحكم على ما يقوم به. دعني فقط أقول شيئا مهما بسيطا فيما يتعلق بأيضا أفريقيا، تحدث عن البيئة وعن المشاريع الضخمة والكبرى فيما يتعلق بحفر بحيرة. كنت أتمنى يا دكتور أن تأتي إلى بنغازي. بنغازي هنالك من 15 سنة هنالك بحيرة، بحيرة هي من المخاطر البيئية في بنغازي، تصب فيها جميع مجاري مدينة بنغازي، نتنفس هذه البحيرة يوميا وهي تقع في وسط المدينة في مركز المدينة. وتتحدث لي عن مشاريع في أفريقيا ورغبة في إصلاح أفريقيا ورغبة في تنمية أفريقيا، وهذه هي بلد ليبيا. أما بالنسبة للإفاد والبعثات وما إلى ذلك، بريطانيا تتحدث عليها، من الذي كان يذهب إلى بريطانيا؟ الغالبية العظمى كانوا رجالي، كانوا هم لأعضاء اللجان الثورية. أنا خريجة فرنسا، أنا بتفوقي وليس بمنحة أو بهبة من القذافي، أنا بتفوق وكذلك أيضا بتفوقه. نحن منعنا قرأت على حساب الخاص لعلمك. نحن منعنا 7 سنوات، أنا شخصيا تأخرت لأني صنفت أني رجعية وضد النظام ويجب، لكن لأني كنت متفوقة. أيضا الدكتور كذلك منعت من الإفاد لأن أخي كان بالخارج عقبت. طيب هذه ليست من سنتوقف فقط عند فاصل قصير ونعود ونتابع هذا النقاش، خصوصا أنه فقط قبل الفاصل إذا سمحتم لي، حتى البعض ذهب بالتشكيك إلى حد القول أنه إسرائيل كان لها دور، يعني الباحث في مركز بحث العولمة الكندي مهدي داريوش إنه طبقا للمصادر الإسرائيلية كانت منظمة مراقبة الأمم المتحدة UN Watch هي الجهة التي عملت في جنيف على إخراج ليبيا من مجلس حقوق الإنسان والطلب من مجلس الأمن التدخل، إن هذه المنظمة ترتبط رسميا باللجنة اليهودية الأمريكية AJC ورئيسها هو السفير الأمريكي السابق في رومانيا ألفريد موزس، وهو شريك في شركة مهمة الطاقة الآمنة المعنية بتأمين مصادر الطاقة لأمريكا. إن تل أبيب كانت في تواصل مستمر مع كل من المجلس الانتقالي والحكومة الليبية في طرابلس. هذا موضوع لباحث كندي كما قلنا. أيضا الموضوع المتعلق بالأسلحة الروسية، إن روسيا وحدها باعت لليبيا أكثر من 2000 دبابة و2000 مدرعة قتالية و350 سلاحا مدفعيا وعشرات السفن والطائرات، وأعلنت في العام 2010 عن إبرامها صفقة أسلحة بـ1,800,000,000 دولار بما فيها الدبابات والطائرات المقاتلة وشبكات الدفاع الجوي مع ليبيا. على ما يبدو هذا أيضا ما أقلق الغرب، أنه الصفقات العسكرية قد تذهب باتجاه روسيا وليس إلى واشنطن، خصوصا أنه أو أوروبا، خصوصا أنه الاتحاد الأوروبي كان المورد الأكبر للأسلحة إلى ليبيا. كل هذه المعلومات مهمة، ولكن الأهم ماذا يحدث في ليبيا الآن؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل، دائما عبر برنامج لعبة الأمم من قناة الميادين. ابقوا معنا لو سمحتم لحظات قليلة ونعود.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، وأهلا بكل من انضم الآن إلى برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين. نواصل الحوار مع ضيوفنا حول الوضع في ليبيا. كنا تحدثنا عن بعض أسباب الثورة الليبية، بعض الأسباب التي أدت إلى إطاحة العقيد معمر القذافي وأيضا إلى قتله. معنا في هذه الحلقة، أذكر بالضيوف الكرام، الدكتورة عبير أمنينة أستاذة العلوم السياسية في جامعة بنغازي في ليبيا، والدكتور عبد الصمد بالكبير أستاذ في كلية الأداب بمراكش وبرلماني سابق مغربي، الدكتور بشير الكوت أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس في ليبيا. يقول روبرت فيسك في صحيفة الاندبندنت، أعتقد أنك تقرأ أيضا، إن الولايات المتحدة دعمت المعارضة ضد العقيد معمر القذافي وساعدت السعودية وقطر على ضخ الأموال والأسلحة للميليشيات، وهي الآن تحصد ثمار العاصفة، فقد تحول أصدقاء أمريكا الليبيون ضدها وقتلوا السفير الأمريكي عندهم. إن الولايات المتحدة غذت عقرب القاعدة وقد بدأ الآن هذا العقرب يلدغ أمريكا. طبعا هو يتحدث عن الحركات الإسلامية والسلفية والجهادية والمتطرفة. طيب، ولكن لاحظنا بالمقابل أنه الإخوان المسلمين خلافا لكل ما حصل في الدول ما بعد الربيع العربي لم يحصدوا الكثير في الانتخابات الأخيرة. كيف هو الواقع الإسلامي الآن بين معتدل وبين جهادي أو متطرف أو سلفي في ليبيا؟ والله يعني تقريبا الصورة أن معظم الليبيين معتدلين، يعني أو أكاد أزم بأن معظم الليبيين هم إسلام سني معتدل، يعني أقصد على مستوى الممارسة الاجتماعية. لكن على مستوى الحركات الإسلام السياسي هناك طبعا حزب العدالة والبناء، هذا تقريبا أكبر حزب، حزب الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين. بعض الكتائب المسلحة حقيقة أنا لا أعرف تنظيمات أخرى. الغريب فقط ذات طابع بالإخوان إسلامي. المسلمين اسمح لي، الغريب فقط بالإخوان المسلمين أنهم لم يحصدوا الكثير في الانتخابات الأخيرة، يعني أخذوا كم، 17 مقعدا فقط، 17 مقعد طبعا من مجموعة 80 مقعد. الترتيب الأول كان لقوى التحالف الوطني اللي هو تقريبا 39 يا دكتور، لمحمود جبريل، لمحمود جبريل يعني. صحيح، الليبيين لا يريدون أحد أن يتاجر بالإسلام، يقول لك احنا كنا مسلمين، يعني واحد يجي يعمل لي حزب إسلامي، يعني شنو اللي بيجيبه؟ الليبيين في حاجة، الناس تبي تنمية، تبي برامج للنهوض، تبي بناء الدولة، تبي مؤسسات، تبي توفير الحاجيات الأساسية للمواطن الليبي، زي ما كانت تحكي الدكتورة، يعني القطاع الصحي في ليبيا شبه منهار بالكامل، التعليم شبه منهار، حتى الأرقام اللي يحكي عليها الدكتور هي أرقام وهمية، يعني لما تجي لواقع الأمر هي لو وبالتالي الناس ستختار من يطرح برنامج يقدم شيء يستفيد منه المواطن مباشرة. يعني لا توجد بيئة حاضنة للإخوان المسلمين في ليبيا، هل هذا ما تقصده؟ والله هذا ما انعكس في الانتخابات، يعني مش لهالدرجة، يعني لو كان عندهم فعلا بيئة حاضنة كانت انعكست في الانتخابات. أنا الانتخابات نرى هي المقياس، يعني احنا دخلنا الآن على لعبة الديمقراطية، وبالتالي هذا هو الفيصل وهذا هو المؤشر اللي نراه. لكن ما يقال على القاعدة أو غيرها أو أي تنظيمات متطرفة أخرى أنا لا أستطيع أن أزم بأنه لا يوجد، لكن حتى إن وجد هم أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم، لكن يعني لم نسمع عن وجود تنظيم للقاعدة. في بعض الحراك السلفي اللي هو المتشدد أحيانا اللي، لكن هذا هو ما هوش تيار سياسي أصلا اللي يقوم، يعني ليبيا بعد التحرير انفتحت على كل شيء، يعني كل شيء ممكن وارد. أنصار الشريعة يعني؟ يعني ما نعرفش أنصار الشريعة عشان توجهاتهم بالضبط، لكن هو ما هوش أصلا حزب أنصار الشريعة، هي كتيبة يعني مسلحة لا ترقى إلى درجة الحزب يعني. لأنه في معهد ليجاتوم في تقرير نشرته مجلة نيويورك أوف بوكس في شهر أيلول سبتمبر الماضي، يقول إن أنصار الشريعة هي أبرز الجماعات السلفية في ليبيا، لكن لا شيء يشير إلى تورطها مع تنظيم القاعدة. في الشهر نفسه نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وهو من المعاهد المعروفة جدا في أمريكا، يعني قال فيه إنه في ليبيا تستخدم العديد من الجماعات أو تستخدم اسم أنصار الشريعة. ثمت اثنتان من أبرز الجماعات، هما كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي الذي ينظر أو التي ينظر إليها على أنها المشتبه بها الرئيس في الهجوم الأخير على القنصلية الأمريكية، وأخرى أقل بروزا وهي أنصار الشريعة في درنا بقيادة سجين غوانتانامو السابق أبو سفيان
بن جومو. أنصار الشريعة في بنغازي أعلنت عن نفسها للمرة الأولى في شباط من العام الجاري بقيادة محمد الزهاوي الذي كان في السابق سجينا في سجن أبو سليم في عهد القذافي. وفق معهد واشنطن، بعد سقوط القذافي انشقت الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة إلى فصيلين سياسيين تنافسا في الانتخابات التشريعية في تموز الماضي، حزب الوطن المعتدل وحزب الأمة الوسط الأكثر تطرفا. وفق تقارير حديثة، أنصار الشريعة في كل من بنغازي أو درنة أو الكتائب الأخرى الأصغر هم الذين كانوا مؤخرا وراء تدمير المساجد والمقابر الصوفية. ألوية الشيخ السجين عمر عبد الرحمن المصري طبعا مسؤولة عن سلسلة الهجمات ضد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضد موقف السفير البريطاني. شبكة CNN أخيرا قالت مؤخرا إن القاعدة أرسلت ناشطين من باكستان لتكوين خلايا في ليبيا، وإن اثنين من كبار قادتها أبو يحيى الليبي وعطية الله أبو عبد الرحمن هما من أصل ليبي قتلا بطائرات من دون طيار. يعني السلفية موجودة إذن. دعني أضيف شيئا على ما تفضلت به فيما يتعلق بالإخوان وأيضا ما يتعلق ب بيئة الإخوان وجماعات هذه ومدى وجودها في ليبيا. أولا تحدثنا هنا عن الإخوان المسلمين وبيئتهم، كما أجاب الدكتور هنا أن فعلا الانتخابات النهائية الانتخابات الفائتة أعطت إجابة واضحة على موقف الليبيين من الإخوان، ولكن لو سألنا لماذا الليبيون هنا على عكس تونس وعلى عكس مصر لا ينظرون نظرة إيجابية هنا للإخوان المسلمين؟ هنا السؤال لماذا الليبي طيلة 4 عقود الماضية لربما هذه ميزة غير مقصودة من القذافي في إطار منعه للتيارات الأخرى، عاش في طيلة هذه الفترة غير مؤدلج وغير قابل لأي تيارات أخرى، يعني 4 عقود نشأ في إطار غير مؤدلج لا يوجد هنالك أي تيارات إلا فكر واحد أحادي إقصائي فقط، وإن كان يعني الأغلبية أو جزء كبير من الشعب لم يتبنى هذا الفكر، بالتالي أصبح ينظر بنظرة دائما فيها الريبة لمثل هذه التنظيمات في ذهنه، هي مرتبطة بالخارج أجدنتها في الخارج، لذلك وولاءها ليس للوطن. ولكن تيار أقصي يعني أنا بنفسي التقيت بالسيد سليمان عبد القادر المراقب الإخوان في سويسرا على ما أعتقد. نعم أقسم لا سوف أعود إلى هذه نقطة الإقصاء. بالتالي ينظر بعين الريبة إلى مثل هذه جماعة الإخوان تحديدا، يربطها المواطن هنا أن ولاءها للمرشد في مصر وليس ولاءها الوطن، لا ندري أديولوجيتها، هذه التنظيمات لما حرمت في عهد القذافي حرمت المواطن من رؤية هذه التنظيمات متغلغلة في المجتمع في كافة أنشطة المجتمع، لذلك لم يتقبل المواطن البسيط الذي هو يشكل أغلبية الشعب الليبي هذا الشعب الوسطي القائم إسلامه على الفطرة على الإسلام التقليدي هنا لم يتقبل وجود مثل هذه التنظيمات والتصويت لها، بالتالي لم يصوت لها وصوت إلى التحالف. ولكن أنا لا يعني أتحفظ أو أختلف قليلا مع الرأي القائل بأن الإخوان المسلمين لم ينجحوا في الانتخابات، الإخوان المسلمين لم يخفقوا في الانتخابات المؤتمر الوطني. يعني ماذا حدث في الانتخابات المؤتمر الوطني؟ التحالف القوى الوطنية تحصل على 39 مقعد من على 39 مقعد 39 من موقع 80 مقعد المخصصة للأحزاب السياسية، ولم نتحدث عن 120 مقعد للمستقلين الذين لم يكونوا مستقلين، كان جزء كبير منهم هم إخوان مسلمين لكن تقدموا هنا تقدموا للانتخابات كمستقلين. الشعب الذي اختارهم لم يعرف ان خلف ان هم منضمين. هذه نقطة مهمة جدا، هذه مهمة جدا يعني. وهذا هو الذي قلب ميزان القوى في المؤتمر الوطني. الجميع يعتقد ان التحالف القوى الوطنية هو من سوف يستأثر هو من سوف يدير الامور في المؤتمر الوطني، ابدا لم يكن ذلك. الان اصبح هنالك قوى مواجهة وكتلة مواجهة اللي هي كتلة الإخوان المسلمين. هذا هي لازم تتضح. إذن يمكن القول أنه 17 نائبا للإخوان المسلمين وأيضا بين المستقلين نسبة كبيرة عدد لهم. كبير جدا للإخوان المسلمين. هذا خطير يعني مقنع. بالضبط يعني. هذا مقنع وهذه خدعة تحدثنا عليها في هذا الصباح، خدعة مررها قانون الانتخابات الذي أساسا وضعه الإخوان المسلمين في المؤتمر الوطني في المجلس الوطني الانتقالي. هنالك فيه مشاهدات كثيرة، هنالك فيه محاولات كثيرة من الإخوان المسلمين للسيطرة على المرحلة الانتقالية ثانية، واعتقادا منهم أن فعلا سوف هم الذي سوف يستفردون بالمشهد. هم نجحوا لم يفشلوا، هنا يجب أن تقال ويجب أن يؤكد عليها، لم يفشلوا الإخوان في انتخابات المؤتمر الوطني ولكن لم يستفردوا بالمشهد مقارنة مثل على الأقل علنية
علني، ولا الآن أصبح كل شيء علني الآن. نعم دكتور عبد الصمد، قرأت لك مؤخرا مقالا حول الحركات الإسلامية في ليبيا، كيف تنظر إلى هذه الساحة الإسلامية الآن في ليبيا؟ هل تنحو أكثر صوب التيارات المتطرفة أم فعلا كما يتفضل الإخوان أنه لا، الشعب الليبي شعب متسامح ومعتدل وبنهاية الأمر هذا التطرف ربما يكون عابرا؟ هو لا شك في أن الليبيين غاية في التسامح وفي الاعتدال وفي الطيبوبة وفي كل المزايا التي تعتبر من خصال المجتمعات البدوية وشبه البدوية والتي حافظت على أخلاقي وقيمي، ولكن الأمر في السياسة شيء آخر. ولا أدعي الآن أنني أعرف شيئا كثيرا، ولكن ما أعرف على أن المؤامرة كانت مدبرة ضد الطرفين، وذلك عن طريق اصطناع تصارعهما، وبالتالي ضابط اللعبة يحدد مصائرها. وأعطيك حجة، أنه عندما كان القذافي محاصر في بني وليد 7000 مسلح إسلامي قتلت من ظهورها، وبالتالي جرجر يعني أطيل بزمن الحصار حتى يقع تصفية عدد أكبر من الإسلاميين. كيف تعرف ذلك؟ أحصيت هذا قيل في طبعا للأسف لا نعرف الكثير من ما يحدث في ليبيا، لأن الأمور مرت في درجة عالية من الغموض، والغموض كان مقصودا. أيضا أضيف إذا سمحتوا أن حسب معطيات أخذتها من بعض الليبيين الذين أعتقد أنهم صادقين وليس في مصلحتهم، والذين لهم علاقة مع المغرب حسنة جيد جدا، أن قبل من 17 فبراير في بنغازي بدأ العملية في 15 فبراير في طرابلس، وكان واضح عملية شبه انقلابية بحال كما حدث في تونس، ولكنها أخفقت خلال يومين، وكل الجميع هرب من طرابلس، بقي القذافي وحده. ولذلك أنا كنت سألت المسؤول بهذا السؤال، لماذا تحدث عن من زنقة زنقة إلى آخره، قال لي لو لم يخطب تلك الخطبة لانتهت الإدارة في ذلك الوقت. تقارير الأمم المتحدة لاحقا ماذا قالت؟ عدد الذين قتلوا في بنغازي قبل قرار الحظر لا يتجاوز 18 شخص، ومعروف أن الصور التي ظهرت في الجزيرة كانت مخوضة من الحرب الأهلية اللبنانية. فإذن درجات الاصطناع، وكما أن الدخول إلى جبل إلى الساحة الخضراء صور في استوديوهات في قطر قبل يومين من الدخول الفعلي، هذا أمور معروفة. هذه أمور معروفة يا رجل، إذا كنتم جاهلون لها فعليكم أن تستخبروا عنها. لذلك اللعبة كانت دقيقة خارجية، ليس هناك بكل بالمعنى الحقيقي طبعا. والله إني أرضى بك أن تكون معلوماتك من إذاعة القذافي، والله أنت رجل باحث يجب تعتمد على مصادر يقينية يا أخي. معقولة تقول لي داروا واحدة في قطر وعملوا ساحة؟ هذه معروفة، جميع العالم كله يتكلم عنها. هذه قالها الدجال شكير الذي كان يظهر كثيرا على إذاعة القذافي. ما زالت الأحداث إلى يوم الناس هذا تقع. عندنا في مدينة مراكش صوروا في سوق يشبه سوق الحامدية في دمشق مظاهرات تتحدث عن بشار. أنا لا أتخيل في مدينة مراكش يحدث هذا الآن. على كل حال كتبت مقالات حول هذا الموضوع. لا يوجد ثورة في سوريا، لا يوجد هناك ثورة الآن، ولا يوجد أشخاص يموتون، ولا يوجد هناك أي تفجيرات ولا اغتيالات. أنا أتكلم فيك هذه قلب مدينة مراكش. فقط اسمحوا لي لأنه بعد فيه. دعني أوضح شيء بس فقط. تفضلي. فيما يتعلق أول شيء بالحركات الإسلامية في ليبيا، وكون يعني أتمنى أن نربو قليلا من الحديث دائما على منطق المؤامرة، والمؤامرة هي الموجود. لنتحدث في أمور بعيدة عن المؤامرة، في أمور يحركها الواقع الموجود هنا، ونتحدث على الحركات الإسلامية في ليبيا وتقبل مدى تقبل المجتمع لها. في ليبيا طبعا مفتوح، وأصبحت الآن مجالا لوجود كافة التيارات من خاصة المتطرفة موجودة الآن، طبيعي موجودة. حتى إمكانية أن يكون كما ذكرت منذ قليل، إمكانية أن يكون هنالك مجموعة إسرائيلية قد دخلت، ممكن الحدود كانت مفتوحة وفترة البلاد مفتوحة، ومن الممكن هذا التغلغل. أنا لا أنفيه على الإطلاق، خلي أنهي النقطة التي أود الحديث عنها. فيما يتعلق بالجماعات، هذه الجماعات هنالك جماعة جهادية، هنالك جماعة الذي يترأسها
سفيان قاموا في دارنا اللي هي هم كانوا اساسا من القاعده واتوا الى ليبيا. هنالك ايضا جماعات الانصار الشريعه، هنالك الان هناك بعض الاطراف تذهب الى سوريا الان، هنالك بعض الاطراف التي ترى ان من واجبها ان تذهب الى سوريا فعلا. لكن دعني شيئا، المجتمع الليبي لا يمكن ان يقبل بالتطرف وبالغلو. لماذا؟ دعني اقول لك شيئا، انا جذوري، انا مقيمه في بنغازي وجذوري من مدينه درنا اقصى الشرق الليبي، هذه المدينه التي عاقبها النظام ايما عقاب. لماذا؟ لانها منها ظهرت حركات الجهاديه المقاتله، ومنها ظهرت الحركه الاسلاميه التي ازعجت النظام في 95. بالتالي اهالي درنا يعني حتى ادلل على ان الليبيين لن يقبلوا بالتطرف مره اخرى ولا بالغلو اساسا في الدين. اهالي درنا طردوا هذه المجموعه على يعني مجموعه قليله جدا التي جاءت من الذي انشقت من طالبان او عادت من افغانستان. على كل حال حتى الان دكتوره نلاحظ انه بعض المجتمع المدني يقوم ضد حركات اسلاميه. نعم. تحصل اشتباكات. اسمحي لي فقط، يعني انا عارف انه هذه مهمه، لازم يفهمها جميع طالما ميادين يشاهدها لا باس من الشرائح. هنا يجب ان نفهم ان المجتمع الليبي الان لا يريد ان يخرج من سنوات الظلم وسنوات الظلام للقذافي حتى يقع في احضان القاعده واحضان الجهاديه المقاتله واحضان التخلف والتطرف. لم نفعل ثوره حتى نقع في احضان ذلك. بالتالي هذه المدينه التي نشأت فيها هذا التطرف في فترة من الفترات طردت أبناؤها خارج المدينة. فما بالك بشعب ليبيا كذلك. طيب. بنغازي الذين لو اتفضوا لو سمحتم لي فقط نشاهد تقريرا سريعا حول القبائل في ليبيا، لأنه أيضا المسألة القبلية مهمة جدا. نعم. ونواصل الحوار. لا يمكن فهم التكوين الاجتماعي في ليبيا بدون الحديث عن القبائل فيها، فالقبيلة هي العنصر الأساسي في تكوين النسيج الليبي، وتشكل القبائل الليبية امتدادا لقبائل شمال أفريقيا، منها قبائل ذات أصول عربية دخلت إلى ليبيا مع دخول الإسلام إليها، وهناك القبائل الأمازيغية أو البربر، وهم موجودون في ليبيا منذ ما قبل الإسلام، وبعض القبائل هي مزيج من الأصول العربية والأمازيغية. يتوزع عدد سكان ليبيا البالغ 7 ملايين نسمة على أكثر من 140 قبيلة، بعضها يمتد جغرافيا إلى خارج ليبيا، وأدى الكثير منها دورا أساسيا في الحياة السياسية، سواء في مقاومة المحاولات الأوروبية المتكررة لاحتلال ليبيا أو في المساهمة في إسقاط حكومات ودعم أخرى. قبيلة الورفلة هي من أكبر القبائل الليبية، لا إحصاء دقيقا لعدد أفرادها، إلا أنها تتألف من عدد كبير من البطون، وتشير بعض التقديرات إلى أنها تتألف من 1 مليون شخص، وهي من أكثر القبائل انتشارا على الأراضي الليبية. القذاذفة وهي القبيلة التي ينحدر منها معمر القذافي، وتتمركز في منطقتي سبها في وسط البلاد وسرت على شاطئ المتوسط. الزناتة وهي قبيلة أمازيغية كبيرة تنتشر في مختلف دول المغرب العربي، وتتركز جغرافيا في ليبيا في مدينة الزنتان بمنطقة الجبل الغربي. وهناك أيضا قبائل المقارحة والفرجان وأولاد سليمان والعبيدات والبراعس والعواقير والتب والرمحة، إلى جانب قبائل غريان والأصابع والعوينية والمشاكل وقبائل يفرن وجادو وتندمير وكبا ونالوت. قبائل ليبيا شكل اجتماعها أساس الوحدة الوطنية وبناء الدولة، فهل يشكل انقسامها بداية لحرب أهلية قبلية وتفكك ليبيا؟ يعني كما شاهدنا العديد من القبائل في ليبيا، قبائل وأفخاذ قبائل يعني كثيرة. طيب في بني وليد، ونحن نصور هذه الحلقة كانت المدينة لا تزال مطوقة. بني وليد تقول الناشطة الحقوقية زينب خليفة، وهنا نستند إلى أهل ليبيا وليس إلى مصادر خارجية، تقول بني وليد حوصرت لأنها بقيت موالية للقذافي حتى آخر لحظة، ووصفت الحصار والقصف بأنه انتقامي. أيضا فوزية دريس من قبائل التبو تقول، وهي كانت ممرضة على ما يبدو وتطوعت للعمل في منطقة شورى بالكفرة في خلال الثورة، تقول إن العنصرية والسيطرة على الحدود هما من أهم المشاكل التي تعترض سكان التبو، ونحن مسلمون ولكن ربما لأننا سود اللون ولسنا من البيض لا يعتقدون أننا ليبيون، فنفس الأشخاص الذين كانوا يعملون مع القذافي ما زالوا هم المسيطرون، لا يوجد أي تغيير. نلاحظ دكتور عبير أنه في يعني نوع من الاستياء من الغضب عند بعض القبائل، وكأنه في حالة انتقام ضدهم الآن بعد رحيل القذافي.
أو ربما تهميش لقبائل أخرى؟ طبعا أول شيء بالنسبة للقبيلة هنا يجب أن أوضح شيئا، على عكس ما يعتقده الجميع أن القبيلة هي في أول بداية الثورة أنها سوف تساهم في تفتيت الشعب الليبي وتفتيت المجتمع الليبي، بالعكس وضحت الأحداث بأن القبيلة هي من دعمت الوحدة الوطنية، على الوحدة الوطنية يعني أو استمرارية الثورة واستمرارية التماسك حتى التحرير يعني. وما حدث في بن وليد الآن لا يمكن أن نعتبره أيضا مقياسا ليتم من خلاله التعميم على ما يحدث على القبائل ككل أو اعتبار الأمر كوني قبلي. الأمر أكبر من ذلك بكثير. الأمر هنا للأسف يدخل فيه جانب، جزء منا جانب قبلي، يدخل فيه جانب أيضا علاقة له علاقة بنتائج الحرب، يدخل فيه أيضا تلكؤ السلطات في ليبيا في معالجة هذا الأمر، يدخل فيه عدم وجود جيش وطني واحد على مستوى ليبيا ككل. ما هو موجود هو كتائب تدخل ومنضمر. فيها أيضا أطراف خارجية، يجب ألا نغفل ما كان يقوله الدكتور عبد الصمد أنه الكثير من الدول أيضا الخارجية تريد أن تلعب بدولنا وتريد أن تمزق هذه الدول. أنا أعرف جيدا البرنامج لعبة الأمم، وأيضا الدكتور يعشق كثيرا الطرف الخارجي ومحاولة دائما الرجوع للإمبريالية، لكن في هذا الموضوع تحديدا في هذا الموضوع تحديدا قبل ما ينتهي البرنامج الأمر انتهى البرنامج. فقط كلمة لو سمحتي. لم يتوقف إلا كلمة واحدة. طيب. تفضل. طيب شكرا جزيلا لك. يعني أنا كنت حابب أنه يطول البرنامج أكثر لأنه مر الوقت بسرعة شديدة، ولكن للأسف عامل الوقت دائما يجبرنا على التوقف في لحظة معينة. أشكرك الدكتورة عبير أمنينة أستاذة العلوم السياسية في ليبيا، أشكر أيضا الدكتور بشير الكوت أيضا أستاذ العلوم السياسية، والدكتور عبد الصمد بالكبير أستاذ العلوم أستاذ في كلية الأداب في مراكش وبرلماني سابق من المغرب. أشكر توني عون أيضا على الإخراج في هذه الحلقة، والزاهران زاهر العريضي وزاهر أبو حمدة وجنان جمعاوي ورولا أبو شقرة في الأعداد وتقديم هذا البرنامج بصورته الحالية. شكرا لكم جزيلا أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة من برنامج لعبة الأمم. آسف لأني لم أستطع أن أقرأ ولا أي رسالة من التي وردتني على الفيسبوك لأنه ضاق الوقت بنا. شكرا لكل من كتب للبرنامج، وإلى اللقاء.